بسم الله الرحمن الرحيم. المقاطع السابقة ناقشنا بها كيفية إيجاد ترانسفير فانكشن لسيستم معين إذا كان عندي سيجنال فلو جراف معلوم، وناقشنا كيفية استخدام طريقة أو قاعدة خلينا نسميها طريقة مايسونز جيم فورمولا لإيجاد ترانسفير فانكشن بشكل سريع، خلينا نسميها كتقنية بشكل مسرع لإيجاد مقدار قيمة ترانسفير فانكشن. طيب هسه خلينا ناخذ لو كان عندي بلوك دايجرام مثلا لسيستم معين وطلب من عندنا أن نحوله لسيجنال فلو جراف وبعدين استخدم تقنية أو طريقة مايسون لإيجاد مقدار قيمة الترانسفير فانكشن، خلي أخذ القواعد الخطوات الأساسية لإيجاد مقدار قيمة التحويل من بلوك دايجرام إلى سيجنال فلو جراف وكيفية إيجاد مقدار قيمة الترانسفير فانكشن. عندي هنا ثلاث خطوات أساسية خلي أسميهم، أو أنهم مبدأ التحويل من بلوك دايجرام إلى سيجنال فلو جراف يعتمد بالدرجة الأساس على ثلاث خطوات أساسية. الخطوة رقم واحد هي أولا تحديد النودات بالنسبة للسيستم اللي موجود، يعني أولا كيفية تحديد النودات بالبلوك دايجرام اللي موجود. النقطة رقم اثنين كيفية إيجاد مقدار قيمة الجين بين البرانشز اللي تربط ما بين النودات، يعني مثل ما أنه أخذنا أنه سينجل فلو جراف يحتوي ما بين نود ونود عندي جين، غالبا ما يكون عندي جين، هسه قد مره يكون هو واحد ومره يكون لا مقدار، واذا كان عندي فيدباك راجع زين او خلينا نسميه انه فيدباك لوب بالنسبه للسيجنال فلو جراف راح يكون عندي همين نفس الكلام عندي جين. فالنقطه الثانيه هي كيفيه تحديد مقدار قيمه الجين للبرانش اللي يربط ما بين النودات. ثلاثه انه انا اعيد رسم الشكل مالتي، يعني اعيد رسم البلوك دايجرام واحدد مقدار قيمه البرانشز وارسم عليه مقدار قيمه الجين واطبق القاعده. فخلينا نبدي بالخطوه رقم واحد، اولا تحديد النودات. الملاحظه رقم واحد خلينا نسميها الستب الاولى، الستب رقم واحد تحديد، نقول فايندينج نودز، حدد النودات. الملاحظه اللي عندنا للنودات انه اولا الانبوت والاوتبوت هذول نودات، يعني راح يكون هنا هسه عندي هذه نود رقم واحد، هذه نود، وعندي هذا باعتبار اوتبوت هذا راح يكون هو نود. زين هسه هذه ثابته انه اولا الانبوت والاوتبوت بالسيستم هو نود، فعندي نود وعندي نود. زين النقطه رقم اثنين كل ادر وكل برانش هو نود، يعني كم ادر عندي؟ عندي هذا ادر فبالتالي هذه نود، عندي هذا ادر هذه نود، وهذا ادر هذه نود. بعد كل برانش هو نود، يعني هذا هو عبارة عن برانش فبالتالي هذه نود. بعد انه انا عندي هذا برانش هذا نود اوكي، وعندي هذا برانش هذه نود. زين فبالتالي احدد مقدار قيمة النودات اللي موجودة عندي. اذا صار هسه هنا عندي انه اولا كل انبوت اوتبوت، كل انبوت اوتبوت فهي بالتالي نود، هذه واحد. اثنين كل برانش يربط ما بين، يعني خلينا نقول ما بين ديفايس وديفايس، ما بين جين وجين هو عبارة عن نود. النقطة رقم ثلاثة راح يكون عندي انه كل ادر بالدائرة هو عبارة عن نود، لازم نحدد القيمة مالته. الخطوة رقم اثنين بعد ما انه انا حددت هسه النودات اللي عندي، يعني هسه اولا النودات اللي عندنا صار عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكي، قلنا هسه اولا الملاحظه مالتنا انبوت اوتبوت نودات ثابته، الادرز هي راح تكون نودات، فعندي هذا ادر 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 نود، البرانشز اللي يربط الفروع مالتنا برانشز عندي نود. زين خطوه رقم اثنين هسه هذه واحد، الخطوه رقم اثنين انه انا ارقم النودات مالتي، يعني اعيد ترقيمهم نسميها عمليه النمبرنج. اذا اثنين نمبرنج ذا نودز، ارقم النودات مالتي، فبالتالي من ابدي بالترقيم مالتهم راح يكون عندي هذه واحد، هذه اثنين، هذه ثلاثة، هذه هنا عندي أربعة، عفوا هذه واحد هذه اثنين، هذه ثلاثة، هذه أربعة، هذه خمسة، هذه ستة، سبعة، ثمانية. هذا الترقيم راح يساعدني بالرسم من أرسم حتى ما أخطأ، صار عدة من نودات. الخطوة رقم ثلاثة هو ايجاد مقدار قيمة الجين ما بين الفروع. ثلاثة هو ايجاد مقدار قيمة الجين، خليها سنانة، خلينا نرسم النودات اللي عندنا، عندي واحد نود، اثنين، ثلاثة، أربعة،
خمسة ستة وعندي سبعة وعندي ثمانية، خلينا نسوي هالشكل. اوكي، فبالتالي صار عندي بهذا الترتيب. هسه دولي هذه النود الأولى، اثنين ثلاثة، هذه أربعة خمسة ستة سبعة وعندي هنا ثمانية. اوكي، ثلاثة إيجاد مقدار قيمة الجين، نقول هنا حساب مقدار قيمة الجين اللي يربط ما بين الفروع مالتي مالت السيجنال مال سيجنال فلو جراف. زين خلي ارسم هسه، خلينا نجي نرسم الرسم مالتنا. راح يكون عندي هسه اولا من احدد، اولا عندي ما بين النود الاولى والثانيه عندي توصيل، هذه اولى وثانيه بهذا الشكل. زين عندي الثانيه والثالثه بهذا الترتيب، وعندي ثالثه ورابعه، رابعه وخمسه، خمسه وسته، سبعة ثمانية، باعتبار هذا من الانبوت للاوتبوت. زين خلي احدد الجين اللي على كل واحد. هنا بما انه ما بين الاولى والثانية ما عندي اي مقدار، بمعنى انه مقداره واحد، فبالتالي هذا الجين مالته واحد. ما بين الثانية والثالثة زين نفس الكلام، مقداره واحد، هذا واحد. اوكي، ما بين الثلاثة وما بين الاربعة عندي جين مقداره دي وان، فعندي هنا جين مقداره دي وان. ما بين الاربعة وما بين الخمسة جين مقداره جي 3، فهنا أنا عندي جين مقداره جي 3. زين ما بين الخمسة والستة، هذه الخمسة وهذه الستة عندي جين مقداره واحد، ما يوجد شيء، فواحد، هذه واحد. ما بين ستة والسبعة، ستة وسبعة مقداره واحد، ستة سبعة مقداره واحد. اوكي، نفس الكلام ما بين سبعة وثمانية مقداره واحد، فبالتالي صارت الامور بهذا الشكل. هسه هذا عندنا خلينا نسميه الخط، خلينا نسميه الباث الاول. زين خلي انتقل هسه هنا، بعد شنو عندي؟ عندي ما بين الثلاثه وما بين السته، ما بين الثلاثه وما بين السته، فخلي اوصل بيناتهم الثلاثه والسته. عندي الثلاثه هذه وهذه السته بهذا الشكل، مقدار قيمه الجين جيتو، هذا مقدار قيمه الجين جيتو. بعد عندي فيدباك راجع ما بين الخمسه والاثنين، خمسه والاثنين قيمته هو مطينيه هنا H2، اشارته سالفه هي ناقص H2. بعد عندي فيدباك ما بين السبعة والأربعة، سبعة والأربعة، فبالتالي بهذا الشكل سبعة وأربعة، والإشارة هنا طبعا سالب حتى ننساها، فعندي سبعة وعندي الأربعة، وهذه هنا قيمته ناقص قيمة الـ H1. زين صار عندي هسه هذا منه السيجنال فلوغراف. هسه على هذا الأساس راح أبدي النوب شنو هسه؟ اطبق القاعده. فصار هسه عندي واضح كيفيه التحويل من بلوك دايجرام الى السيجنال فلو جراف. اولا حددنا النودات، اثنين رقمناهم ارسمناهم حتى لا يصير عندي خطا، بعدين حددت وصلت ما بين النودات وحسبت مقدار قيمه الجين لكل خلينا نقول انه باث اللي موجود عندي. هسه طبق القاعده طريقه الماسوني ايجاد مقدار قيمه تحديد الترانسفير فانكشن. فبالتالي هنا أنا لازم احدد مقدار قيمه، اولا احدد الباثات اللي موجوده عندي. فابدي هسه اولا بالباث الاول، طبعا عندي كم باث مباشر يربط لي الانبوت بالاوتبوت، باعتبار هسه هذا هو يمثل مقدار قيمه الانبوت، وهنا راح يكون عندي هذا هو يمثل مقدار قيمه الاوتبوت. عندي اولا المسار الاول المباشر هو اللي هو هذا، فعندي اف1 مقدار قيمه الجين مالته هو 1 في 1 في جي1 في جي3 في 1 1 1، فبالتالي هو جي1 جي 3. زين المسار الثاني، عندي مسار ثاني اللي هو هذا بهذا الشكل وبهذا الشكل، فمقدار قيمة المسار الثاني الفورورد باث الثاني اللي هو 1 1 جي 2 1 1، فبالتالي هو جي 2. زين هسه هذا الفورورد باث. انتقل لتحديد اللوبات، كم لوب عندي؟ خلي احدد اللوبات اللي موجودة عندنا. عندي اولا اللوب الاول اللي هو هذا، هذا اللوب الاول بهذا الشكل ويرجع بهذا الشكل، فهذا اللوب الاول. زين نحدد اللوبات مالتنا حتى انه نعيد كتابتهم ونرسمهم. فعندي اول اللوب الاول اللي راح يكون قيمته هو عباره عن بهذا الترتيب 1 في جي 1 في جي 3 في ناقص الاتش 2، فبالتالي عندي لوب 1 هو عباره عن ناقص جي 1 جي 3 اتش 2، هذا اللوب الاول. زين السنجل لوب الثاني اللي هو عندي يبدي منه هسه، هذا يبدي من هذه النقطه جي 3 1 1 ويرجع الى هذه النقطه، فبالتالي هو عباره عن جي 3 في ناقص الاتش 1،
فإذا اللوب الثاني سنجل لوب ثاني هو عبارة عن ناقص الجي 3 في مقدار قيمة الـ H1. انتبه وياي على اللوب 3. اللوب 3 خلي شوي هنا أرسمه حتى يتوضح. يبدي بهذا الشكل يعني هذا الترتيب وينتقل بهذا الشكل يرجع بهذا الشكل لو ينتقل بهذا الشكل يرجع بهذا الشكل ويجي بهذا الترتيب. أوكي صار واضح حصل هنا؟ يبدأ من هذه النقطة ينتقل بهذا الشكل يجي بهذا الترتيب يرجع عندنا فيدباك يرجع بهذا الشكل ويرجع بهذا الترتيب. إذا مقدار قيمة اللوب 3 راح تكون 1 في جي 2 جي 2 في 1 جي 2 في ناقص H1 في جي 3 في ناقص H2 ويرجع. فبالتالي مقدارها راح تكون هي طبعا هنا راح يكون سالب في سالب تروح يصير عندي جي 2 H1 جي 3 H2 فراح يصير هو جي 2 جي 3 H1 H2. أوكي هسه صار هنا عندي معلوم مقدار قيمة هسه السنجل لوب اللي موجود. انتقل هسه لمقدار تحديد أريد أحدد النون تاتشنج لوبز. زين أنا بما أنه أنا عندي لوبين فبالتالي النون تاتشنج لوبز اللي راح تكون عندي هذه خطوة رقم واحد اللي هي قلنا الفورورد باث، خطوة رقم اثنين اللي هي السنجل لوبز، ثلاثة أريد أحدد التاتشنج لوبز. هنا أنا راح يكون عندنا النون تاتشنج لوبز. إذا أريد أحدد مقدار قيمة التاتشنج لوبز راح ألاحظ هنا أنه مقدار قيمتهم عندي هذا المسار الأول المباشر وعندي قلنا المسار الثاني اللي هو بهذا الشكل وعد اللوبات. فبالتالي إذا انتبه للوبات أن كلهم شنو مماسين فبالتالي مقدار قيمة يعني من النون تاتشنج لوبز يساوي صفر ما عد. زين انتقل للخطة رقم أربعة هو إيجاد مقدار قيمة الدلتا آي. زين هنا الدلتا عندي دلتا 1 دلتا 2. الدلتا 1 هي عبارة عن 1 ناقص مجموع النون تاتشنج لوبز بالنسبة لمن للمسار. احنا قلنا ماكو هنا باعتبار كلهم مماسين للمسار مالتي فبالتالي 1 ناقص 0 وبالتالي جوابتي 1. الدلتا 2 نفس الكلام راح يكون هو 1 ناقص مجموع النون تاتشنج لوبز بالنسبة للمسار الثاني. نفس الكلام المسار الثاني هو هذا المسار مالتي وبالتالي هم نفس الكلام راح يكون 1 ناقص 0 والنتيجة 1. الخطوة اللي بعدها سأوجد مقدار قيمة الدلتا الكلية. فإذا طبق القاعدة لإيجاد مقدار قيمة الدلتا الكلية هسه راح تكون هي أنه مقدار قيمتها أحسبها بهذا الشكل راح يكون عندي 4 5 نسميها الخطوة رقم 5 هو إيجاد مقدار قيمة الدلتا. الدلتا هي 1 ناقص مجموع السنجل لوبز اللي موجود عندنا زائد مجموع النون تاتشنج لوبز وبما انه قلنا قيمتها ما موجوده عند التاتشنج لوب 0 فصار هي 1 ناقص عباره عن اللوب الاول زائد اللوب الثاني زائد اللوب الثالث لوب 1 زائد لوب 2 زائد لوب 3. اذا خطوه رقم 6 هي ايجاد مقدار قيمه الترانسفير فانكشن اللي هي سي اس الى الار اس والنتيجه هي دلتا 1 في مقدار قيمه الاف 1 زائد دلتا 2 في مقدار قيمه الاف 2 على الدلتا الكلية بهذا الشكل. طيب هسه خلي اعوض بالمعادلة شو راح يكون عندي نطبق المعادلة مالتنا هسه هنا عندي الدلتا 1 قيمتها 1 وعندي مقدار قيمة الاف 1 هذه نعم عندي قيمة الاف 1 عندي قيمة الاف 2 دلتا 1 دلتا 2 عندي مقدار قيمة الدلتا الكلية فبالتالي هسه اطبق المعادلة لإيجادها فبالتالي راح تكون مساوية الى دلتا 1 قلنا 1 في مقدار قيمة الاف 1 اللي هي جي 1 جي 3 زائد الدلتا 2 قيمتها 1 في مقدار قيمة الاف 2 اللي هي قيمتها جي 2 على 1 ناقص قيمة الالوان هذه نجمعها راح يصير عندي مقدارها هي عبارة عن باعتبار ناقص ناقص يصير عندي موجب جي 1 جي 3 اتش 2 هنا نفس الكلام ناقص ناقص راح يصير عندي زائد هذه زائد جي 3 في مقدار قيمة الاتش 1 وعندنا ناقص في موجب سالب راح يكون عندي جي 2 جي 3 اتش 1 اتش 2. اذا صار عندي سله هنا هي تمثل مقدار قيمه السي اس الى قيمه الار اس اللي هي تمثل مقدار قيمه الترانسفير فانكشن للداله. اذا صار هسه واضح بالنسبه ان الخطوات مالتنا كيفيه ايجاد او تحويل البلوك دايجرام صار عندي معلوم خطوات اولا تحديد النودات الانبوت اوتبوت احدد النودات ارقمهم بعدين انه ارسم اوصل بيناتهم بحساب مقدار قيمه الجين على ضوء الجراف اللي موجود عندي وبعدين اطبق قاعده ماسون لايجاد مقدار قيمه الترانسفير فانكشن على ضوء القواعد اللي اخذناها اولا تحديد الفورورد باث السنجل لوبز النون تاتشنج لوبز
وبعدين طبق القاعدة لإيجاد الدلتا اي والدلتا، وطبق المعادلة النهائية لإيجاد مقدار قيمة الترانسفير فانكشن.